النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. النهارده رجعنا نعمل تريلر رياكشن لفيلم جديد وهو فيلم توأم روحي. ده كان فيلم كان المفروض ينزل في العيد اللي هو عيد الاضحى اللي فات. فيلم توأم روحي هو من بطوله حسن رداد وامينه خليل وعائشه بن احمد، وفي كمان معانا رجاء الجداوي، ومن تاليف اماني التونسي ومن اخراج عثمان ابو لبن. اخر حاجه تقريبا كان اخراج عثمان ابو لبن كان فيلم قصه حب اللي كان ما بين احمد حاتم وهنا الزاهد، وكان عمل برضو افلام كتيره كان في منها كان فتح عينيك. صريح معاكم، بقالي فتره ما بتفرج على افلام تريلر، بعمل تريلر رياكشن لافلام عربي، بقيت بحس ان انا بستنى التريلر وانا بتفرج عليه، ويمكن بقول متاخد من فيلم انجليش، او زي ما شفت اخر تريلر بتاع لما عملت له تريلر اكشن بتاع فيلم الغساله، اللي انا حرفيا ما يعني زي ما تقول كده ما استمتعتش بيه التريلر، او ما حطيتش هاي هوبس، اللي انا كنت عارف انه متاخد من مسلسل دارك، فعشان كده برضو ما اتفرجتش عليه. بقيت بحس ان اي تريلر بينزل لاي فيلم عربي برضو بيتاخد من فيلم انجليش، او بيسرعوا حاجه من فيلم انجليش، فالموضوع ده برضو عامل لي زي عقده. بقيت بحس ان انا مستني التريلر الفيلم العربي وبقعد بتفرج وبركز، بحس ان هو في حاجات متاخده من حاجه انجليش. ففيلم توأم روحي ده معرفش اذا كان متاخد من حاجه انجليش ولا لا. بصوا انا لسه شوفش تريلر، بس البوستر حاسه، البوستر بتاع الفيلم، الافيش بتاع الفيلم، حاسه هيبقى متاخد من حاجه، وفي حاجه في دماغي يعني، في حاجه انا اول ما شفت البوستر في حاجه في دماغي، او هي اللي في دماغي فعلا، يبقى انا واد فشيخ بالاخر يعني. بس مش هقول، هشوف الاول التريلر عشان ما اظلمش الفيلم، وممكن يكون اخد منه بس مش اخد منه برضه في نفس الوقت، يعني اخد حاجات معينه، بس ما اعتقدش انه هيكون نفس الفيلم. فهشوف التريلر الاول وبعد كده هل فعلا متاخد من الفيلم اللي في دماغي ولا لا. انا استشفيت اللي انا بقوله ده من البوستر بس، تمام؟ فيمكن اكون انا غلطان عادي يعني. فهشوف التريلر دلوقتي معاكم لاول مره وبعد كده هحكم وهقول. يلا بينا. على ايه؟ ما قابلتكيش من زمان. مفيش حد بايديه قرر انه ما يحبش. انا حاسس اني اعرفك من زمان. ممكن اتنين يبقوا معجبين ببعض قوي بس ما ينفعوش لبعض. انت اللي حلوه قوي بصراحه. شخص وانا قاعده معاه احس ان انا مش عايزه حد غيره. انا مش فاهم ليه وانت في حالتك دي رافض ان اي حد يساعدك. ماما انا عصبي تعبانه، محتاج ابقى لوحدي. انا شفت ريم، لا كان اسمها كرم. هو انت مين؟ انا مين؟ اطلع بره. لسه عارفها امبارح وماسكها من ايدها عشان ما تمشيش لوحدها. عليا ما تخليناش ان احنا نخسر بعض عشان انت عايز تتحكمي فيا. اهبل انا؟ مجنون خايفين اهرب؟ انت بتعملي فيا كده ليه؟ انا مش كويس وحالتي زي الزفت. ايه اللحظه اللي انت وقفت عندها؟ واحده ما بيحب حد ما بتخيلش انه ممكن يتعب او يموت. حكايتك مع عليا؟ لا خالص. ما حبها؟ عمري ما حسيت معاها اللي انا حاسه معاك دلوقتي. بصوا، هو مش بالظبط اللي انا تخيلت الفيلم بتاعه، تمام؟ بصوا، الفيلم اللي انا كنت اقصده هو الفيلم فانيلا سكاي بتاع توم كروز، وكان فيه كاميرون دياز، وكان فيه بانيلوبي كروز، وكان فيه كارت راسل، ممثلين كده. معرفش ليه فعلا اللي انا تخيلته كان عندي، يعني اللي انا كان في دماغي حسيته فعلا، معرفش ليه. نفس المشهد اللي كان توم كروز كان بيجري فيه في الفيلم الثاني في فانيلا سكاي موجود في الفيلم ده. المشهد لما كان بيشوف برضو، عشان مش عايز احرق الفيلم الثاني، المشهد اللي كان بيشوف كاميرون دياز ومش عارف ايه، واللي عارفين اللي هي اللي شويه عارفين الجير فريند الفيلن، حسيتها امينه خليل قوي، وبانيلوبي كروز حسيتها عائشه بن احمد. فمعرفش ليه اعطاني الاحساس ده. حاسس هو مش بالظبط، بس حاسس التريلر اخد منه شويه، او الفيلم اخد منه شويه. المشهد لما قاعد يقول ان انا ابتديت اشوف مش عارف مين على اساس ان هي مين، يعني ابتديت اشوف فلانه على اساس ان هي فلانه تانية، فحسيت ان فعلا زي ما انا كنت قايل كان عندي حق. يعني في فانيلا سكاي كان نفس الحوار كان بيحصل هناك. فانيلا سكاي فيلم قديم قوي، مشكله ان انا مش قادر اتذكر بالظبط، لان كان فيلم من 2001. انا الفيلم ده تقريبا شفتوش غير مره واحده في حياتي، من 2001.
حاسس ان هم اخدين نفس برضو الفكره بالظبط، او اخدين مش نفس الفكره، اخدين حتت من الفيلم الثاني. ده توقعي انا للفيلم ده. انا هرجع باي ذا واي، انا هرجع اتفرج على فانيلا سكاي ثاني. بالنسبه بقى الفيلم ده انا مش عارف هتفرج عليه ولا لا، عشان برضو اكون صريح معاكم، لان انا كعمر يعني انا ما بحبش اصلا ردات، ما بيجيش معايا سكه بصراحه قوي كتمثيل يعني، ما بيعجبنيش تمثيله قوي. وعائشه بن احمد بصراحه مش بحب تمثيلها برضو. امينه خليل بحبها وكل حاجه، بس حسن رداد وعائشه بن احمد لا بصراحه ما بيعجبنيش تمثيلهم. حاسس لو كان في حد تاني هيبقى مكان حسن رداد كان هيبقى احسن، ما اعرفش ليه يعني. حاسس لو كان جابوا حد تاني ممثل تاني غير حسن رداد في الفيلم ده بالذات، حاسس كان هيبقى احسن يعني. مش حاسس حسن رداد قوي في الفيلم ده، ما اعرفش ليه. الفيلم المفروض هينزل يوم 19/8 2020. توقعي للفيلم او ترقبي للفيلم بصراحه 5/10، مش اكتر من كده. وبرضه زي ما بقول اكون صريح معاكم، مش عارف اذا كان هخشه ولا لا، لان الفيلم ما شدنيش قوي يعني. هشوف برضه ممكن اراء الناس في الاول، على الرغم ان انا بصراحه في حته الافلام دي بالذات، او في حته الفرجه على الافلام بالذات، مش بحب اهتم مثلا باراء الناس يعني. ممكن في ناس تختلف اذواقها يعني، ممكن الفيلم ده الناس هنا ما عجبهاش بس الناس هنا عجبها، عادي جدا. ما انا ممكن يعجبني فيلم الناس ما يعجبهاش الفيلم، ما اعرفش هشوفه ولا لا الفيلم ده. هشوف لسه اللي ممكن فيه افلام تانية تنزل. وغريب قوي التوقيت بتاعه 19/8 ده غريبه يعني، ان هم دلوقتي ابتدوا هينزلوا افلام عربي خلال السنه. الاول كنا مركزين اكتر على افلام العيد وافلام العيد الصغير والعيد الكبير وافلام نص السنه، فدلوقتي شكلها هيبقى في افلام عربي باستمرار. ده حاجه كويسه على فكره، مش حاجه وحشه يعني. بس زي ما قلت الفيلم ده ما اعرفش اذا كان هشوفه ولا لا، بس هنشوف برضو، هنسيبها بظروفها وربنا يسهل. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها على الفيلم. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام، وما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب للشانل التانية، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن، اللي اسمها هوم الون. اللي بيحب الالعاب الرعب بعمل هناك العاب، بلعب العاب رعب وبعمل فويس اوفر لقصص رعب، بس هي بتبقى بالانجلش وهيبقى فيها ترجمه بالعربي من تحت. بس وباي باي.